بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع من سلسلة 3DS Max Tricks 2 رح نتناول موضوع جدا جدا مهم، يعني يكاد يكون واحد من أهم المواضيع اللي رح أحكي عليها بهاي السلسلة، موضوع Manage Scene States. مشان نفهم Manage Scene States بدي نتخيل الفرضية التالية: أنا عندي مشهد مثل هذا المشهد، حبيت أن أعمل رندر من زاوية الكاميرا هاي، ويكون عندي المشهد إضاءة نهارية مثل الإضاءة اللي أنا كنت عاملها من أول وشفتوها بالبداية أو بالفيديوهات السابقة. حبيت مرة واحدة أن أنتقل للكاميرا الثانية، ويكون هون عندي المشهد مثل إنارة ليلية، وأكون شايف مثلا هل بقدر أحرك هاي الفاسة من هون لهون، هل بقدر ألعب بالسكيل تبعها، يعني بدي أحاول ألعب على كذا وتر مشان تفهموا الاشي اللي بدي اياه. المبدأ الرئيسي كالتالي: انا هلأ عاجبني المشهد كالتالي مثل ما هو هلأ، فرح اروح على كلمة tools، احكي له manage scene states، احكي له save الماتيريالز بالانفايرومنت بكل تفاصيلك. بس مشان تفهموا بدي اريكم الانفايرومنت. انا في عندي VRay Sky والاضاءة اضاءة الشمس اللي كنتوا شايفينها من البداية، يعني هيك كل الضواو الموجودين عندي من هنا من الفيري لايت ليستر. هلا بوريكم اياهم. هل عجبني انا هذا المشهد، بحكي له سيف بالماتيريالز بالانفايرمنت بكل تفاصيلك، سمي لي اياه دي لايت سيستم. بدي اسميه دي لايت سيستم، احكي له سيف. هلا بدي اروح الكاميرا الثانيه مثلا، امسك هذا الاوبجكت اجرب احركه، نشوف هل تاثير او تحريك الاوبجكت بيلعب دور ولا لا. بدي أعمله هالمرة سكيل، كتير سكيل. بدي أنزله لحد هون. بهاي المرة بدي أعمل tools VRay light lister، أطفي كل الضواو اللي عندي، اللامب سفير لايت والمسحورة والمسحورة سكاي لايت وكل الإضاءات الموجودة حتى الشموسة اللي هي الشمس بدي أحكي لها أوف. ولكن هنا بدي أمسك الضواو السبوتات هدول أحكي لهم خدولي أون. بدي اروح هالمرة على الانفايرومنت احكي لها يوز ماب، بدي انتك يعني انتك ات، يعني بدي اشيل عنها الصح مشان تاخذ عندي الانفايرومنت من الكلر. بدي احاول احصل مشهد هلا شوي صغير على عتمه، يعني اغير الثيم. اللي بدي اعمله هلا كالتالي: يعني طفيت الضواو، ضويت هذا الضوء، حركت هاد وعملت سكيل، و ممكن اغير زاوية الكاميرا بس مش بصدد اني اغيرها. شلت الانفايرمنت، يعني عندي حوالي 4 إلى 5 تعديلات. هلا لما يخلص سيفنج بدي اروح اعمل هون تولز مانج سين ستيتس، بدي احكي له سيف نسميها ارتفيشال سيستم، احكي له سيف. حافظت على اللايت بروبرتيز خواص الاضاءة، لايت ترانسفورم حركة، يعني إذا بدي أعمل ترانسفورمينج أو حركة أو سكيل للإضاءة، أوبجكت بروبرتيز خواص الأوبجكتس، الكاميرا ترانسفورم إذا بدي أحرك الكاميرا، كاميرا بروبرتيز اللي هي خواصها، وهنا خواص اللايرات أو تلبيس اللايرات إني أعمل مثلا هايد أو انهايد باللايرات وغيره، الماتيريالز والإنفايرومنت والأنيميشن لللاير بروبرتيز، أحكي له سيف. هلا بقدر أرجع هلا إذا حبيت إني أعمل مثلا سيستم او ستيت ثالثه ستيت رابعه للمشهد مثلا هاي الكاميرا، ممكن لهاي الكاميرا هلا اعمل ستيت رابعه بتكون عندي الكاميرا بهذا الاتجاه هالمره، اروح بهاي المره العب بقائمه الكاميرا احكي له اف نمبر خذ لي 8، الشتر سبيد اطلع ل 200 والاي اس او مثلا احكي له خذ لي 200، اغير على الارقام الثلاثه 1 2 3، غيرت على 3 قيم، احكي له قس فيرتيكال. ممكن هلا احكي له تولز Manage Scene States، أحكي له Daylight System حتى Artificial Light Artificial System 2، أحكي له Save. هلا بقدر انا بكل بساطة اني امسك هذا التولز وارجع على مانج سين ستيت، احكي لهذا الدي لايت سيستم ريستور
كل تفاصيلك اعمل ريستور لكل شيء انا عملته. هيك رح يطفي الضواو اللي موجودة عندي هون، رح يولع الضواو اللي هون، رح يرجع الكاميرا لقيمها الستة 100 100. بس للأسف ما غير عندي على السكيلينج أو الأوبجكت تتحرك يمين وشمال. إذا رجعت على كلمة Artificial System أحكي Restore، رح ألاقي عندي طفر الضواو هدول، ولع هدول الإنارات، وبرضو ما أثر على Transform تبع الأوبجكت. Artificial System 2 رح أغير مكان الكاميرا، رح يلعب بكل التفاصيل تبعتها. هلا أنا بقدر نأخذ هذا الحكي أستفيد منه مشان أخفف حالي ملفات. يعني بقدر أضوي المشهد نفسه من خلال States، هاي أعمل State مثلا Sunset Theme، Daylight Theme، Artificial Theme، Night Shots وغيره، تفاصيل تانية أو ثيمات تانية ممكن أستخدمه مشان أعطي كذا تيست للكاميرات. يعني أحاول أحفظ المشهد نفسه كذا أسلوب مشان الكاميرات، بقدر أسيفها مثلا على States. هذا الأمر اللي بستخدمه ما يقارب 6 سنين يعني حاليا، من الماكس 2011 كان اسمه سيف سين ستيت مع لود سين ستيت، كنا نجيبه من كبسة زر يمين إذا أنا مش غلطان، حسب ما بتذكر كانت هون سيف سين ستيت وتحتها كلمة لود. هلا صار عندي هون مانج ستيت، مانج سين ستيت، هاي شغلة تانية راح أتناولها بموضوع درس ثاني. هلا اللهم صل عليك يا حبيب محمد. بقدر هلا أستفيد من هذا الحكي مع الباتش ريندر. إذا برجع هلا على الباتش ريندر، إذا بروح على الفيديوهات اللي كنت عاملها من أول، رحت لبلاي ليست، حكيت له روح ل 3 دي اس ماكس تريكس اولى. في الدرس السابق كنت متناول موضوع الباتش ريندر، موضوع الباتش ريندر جدا عندي مهم. هالمره بدي ادمجه مع السين ستيتس. بقدر اروح هلا احكي له ريندرينج باتش ريندر، احكي له مثلا ريندر الاول اسميه ريندر 1، الاوتبوت مثلا ديسكتوب اسميه ريندر 1، سيف هنا مثلا بي ام بي ما عندي مشكله، سيف سيف. احكي للكاميرا بدي الكاميرا الاولى تستخدم، وهنا استخدم لي الدي لايت سيستم والبريست فور فان. بقدر اروح لفيو رقم 2 اسميها ريندر 2، والاوتبوت برضو ديسكتوب اسميها ريندر 2، اخذها بي ام بي سيف. اوكي الكاميرا تكون عندي الكاميرا الخامسه، حكينا الخامسة إذا أنا مش غلطان. ناخذ هون Artificial System Presets نفسها، بقدر أحكي لها Duplicate. هنا نفس الإشي، بقدر بس هنا أعملها Output سائل Output Path، أحكي لها 3 BMB، أحكي لها V-Ray كاميرا 1، بس المرة Artificial System 2 والPresets for fun. بقدر أحكي لهذا المشهد هلا خذ لي Render لما انا اكون مقرر هلا، بس خليه يعمل سيفك. بقدر احكي لهذا المشهد هلا خذ لي ريندر، يعمل ريندر حسب البريسيتس اللي احنا عاملينها. هاي الريندر الاول، هلا رح يبلش ياخذ ريندر اول على البريسيتس اللي كانت عندي موجوده. هلا رح اغير البريسيتس الثانيه على الانفايرمنت، يعني الانفايرمنت رح تبطل عندي فيرا سكاي. طبعا هذا الدرس انا بتناول فيه طبعا بستخدم اجهزة استوديو نواة، اللي هي الريندر فارم الخاصة فينا عنا هون بالاستوديو اللي بستخدمها دائما لانجاز اي ملفات تصميم او غيره. هاي المشهد الاول، بعد ما انتهى من الصورة بسيفها، حينتقل هلا للمشهد الثاني. المشهد الثاني الغالب فيه البلوش كلر، وهي هنا اللايتس عندي ضوات، اخذت الإنارة تبعتها. رح سيف المشهد، رح اروح عندي للمشهد الثالث. هالمرة اللي غيرت فيه اعدادات الكاميرا، غيرت فيه الثيم عندي لبلوش، وضويت هاي الإنارات وطفيت هاي الإنارات وطفيت فيه طبعا سكاي بوردر. فهذا هو الإفكت اللي أنا عمالي بجادل فيه أو بحكي فيه. هذا الإفكت جدا جدا مفيد وبستخدمه من زمان، وبنصحكم كلياتكم تجربوه وتستخدموه. هذا هو موضوع درسنا الرابع بهاي السلسلة، سلسلة 3 دي اس ماكس تريكس 2 مش الأولى. تقدروا تتابعونا على استوديو نواة
والرندر فارم الخاصة فينا وتتعاملوا معنا حتى إذا بتحبوا ما عندنا مشكلة. تقدر تتابعوني برضو على الفيجواليزيشن كورسز باي رامي شريم على البي هانس، وتقدر تتابعونا على قناة اليوتيوب. هيك بقدر أحكي لكم، يعطيكم ألف عافية ويا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.